السلام عليكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مس مريم، النهارده هتكلم معاكم عن موضوع متاكده ان انتوا كلكم هتبقوا مبسوطين واحنا بنتكلم عنه. بس قبل ما ابدا عاوز اسالكم سؤال. كل واحد فيكم اكيد نفسه لما يكبر يشتغل حاجه معينه. فكر كده وانا بشرح الفيديو ده، عايز تطلع ايه لما تكبر؟ يلا كده ركز معايا. انا هتكلم النهارده عن المهن. يعني ايه المهن؟ يعني الشغل اللي انت عايز تشتغله. انت نفسك تبقى ايه لما تكبر؟ يلا كده نبص مع بعض. المهن في المجتمع كتيرة جدا. طيب ليه احنا بنتكلم عن المهن اللي في المجتمع؟ عشان احنا افراد من المجتمع، فاكيد في يوم من الايام لازم نشتغل مهنة من المهن دي. يلا نتعرف عليهم. اول مهنة هي المعلمة. زي كده شوف مين فيكو نفسه يطلع معلم او تطلع معلمة. زي دي مهنة جميلة جدا عشان بنتعامل مع اولاد امامير جدا زيكم. طيب المهنة التانية ممكن تشتغل عامل بناء، ودي برضو شغلة مهمة جدا عشان بيبني البيوت بتاعتنا اللي احنا بنعيش فيها. ولو هو مش شطور هتكون بيوت ضعيفة وتقع، مش هنقدر نقعد فيها، لكن عامل البناء الشاطر بيخليها قوية. طيب مهنة ايه تاني عندنا؟ عندنا مهنة النجار اللي بيعمل الدولاب الجميل والسرير الحلو اللي بتنام عليه كل يوم والكرسي والكنبة. طيب هو النجار ده مهم؟ أكيد طبعا. تخيل كده لو ما عندكش سرير ولا ما عندكش كنبة، هنقعد على الأرض وننام على الأرض. يبقى النجار ده حد مهم برضو وشطور. طيب بعد كده فيه مين؟ في الشرطي. الشرطي ده مهم جدا ووظيفته مهمة جدا جدا. هو اللي بيحمينا وبيحافظ علينا، ولو في اي حد مش كويس او حرامي او مجرم هو بيقبض عليه عشان نعيش في بلد كلها امان وسلام. طيب في مهن تاني في المجتمع؟ لسه في كتير، يلا كده ركز معايا. في الخباز، بيعمل لنا عيش جميل. احنا كل يوم لازم لنا عيش. هل تقدر تقوم في يوم ما تاكلش عيش؟ لازم ناكل عيش عشان نحس كده ان احنا شبعانين واقوياء. يبقى الخباز ده مهنة مهمة جدا. طيب مين تاني؟ رجل المطافي. ده مهم جدا جدا، لو لا قدر الله حصل اي حريق في اي وقت مين هينقذنا؟ مين هيطفي الحريق ده بسرعة؟ اكيد اكيد رجل المطافي. طيب في مهن تاني؟ لسه في الطبيب. الطبيب ده بيعمل ايه؟ وهل مهنته مهمة؟ طبعا مهم جدا جدا. ليه؟ علشان لو حد لا قدر الله تعب، سواء انت او حد في العيلة، مين هيلحقنا؟ مين هيدينا العلاج؟ هو الدكتور، لازم نروح له على طول. ده الطبيب طبعا زي ما قلت هو مهم جدا. طيب مين تاني معانا؟ الكهربائي. الكهربائي دوره مهم، ما ينفعش حد خالص يقوم بدور الكهربائي غيره. طب ليه؟ لأن التعامل مع الكهرباء ده مضر جدا، فلازم حد بيفهم كويس فيها هو اللي يتعامل معاها. لأن لو لا قدر الله حد مش بيفهم في الكهرباء لعب فيها أو حاول يصلحها ممكن يتكهرب ويدخل المستشفى. فطبعا الكهربائي مهنته خطيرة جدا ومهمة جدا جدا. طيب مين تاني معانا من المهن؟ عندك الجزار، بنجيب منه اللحمة الحلوة. ده الجزار اوعى تنساه. وفي كمان البائع، لما بنروح السوبر ماركت بنلاقيه هناك واقف وبنشتري منه كل طلباتنا. وكمان عندنا مين؟ عندنا المهندس، وهو اللي بيقول لعامل البناء يبني ازاي. هو اللي بيرسم البيوت قبل اصلا ما تكون موجودة، ويحط خطة كده علشان خاطر يبني بيت قوي وجديد. ده كده بالنسبة للمهندس. اما بقى الميكانيكي، فده وظيفته برضو مهمة جدا. كلنا عندنا عربيات او بنركب عربيات عشان نتنقل من مكان لمكان. طيب لو العربية بتاعتنا بقى باظت، او العربية اللي متعودين نركبها باظت، هنحصل ايه؟ لازم يجي الميكانيكي بسرعة ويصلحها. وتبقى دي كده المهن اللي عندنا النهاردة. وكده تكون خلصت حلقتنا، لكن احنا لسه مكملين، لسه في حلقة التمارين، اوعى تفوتها وما تحضرهاش. وعلشان تشوفوا كل جديد ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناة السكولة على اليوتيوب. اشوفكوا على خير، باي.